الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف كانت ولادته في شهر شعبان في شهر الرسول، لأنه هو الذي يحول ميراث الأنبياء إلى واقع عمل ليملأها قسطا وعدلا. هذا التناغم بين حديث والآية القرآنية، ليملأها قسطا وعدلا ليقوم الناس بالقسط. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، الإسلام والدين ما جاء فقط من أجل الآخرة، القرآن يقول جاء أيضا من أجل الدنيا. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، يملأها قسطا وعدلا. هدف الأنبياء ليس فقط هو أن يملأوا الدنيا قسطا وعدلا، بل هناك أيضا مقاصد أخرى. أيضا الأنبياء جاءوا من أجل أن يملأوا العالم رحمة، يملأوا العالم أيضا نورا، معرفة، كمالا، أخلاقا، مكارم الأخلاق. وأشرقت الأرض بنور ربها، هذا هو المهدي، هذه فلسفة الدولة المهدوية أو عصر الظهور. فإذا كل هذه الفلسفات والنظريات والمنظومات الدينية والكتب السماوية وكل جهود الأنبياء ومواريث الأنبياء يحولها ويجسدها الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف إلى واقع عملي. هذه هي فلسفة الحقيقية للدولة المهدوية.